ايه راح فين؟ تعال معايا. السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. الحقيقة في أربع مسميات النهاردة بسمعهم من المصريين بالذات في روسيا. في أوكرانيا بسمع يعني لفظين منهم، يعني مش كلهم، مش الأربعة، بس لاحظت فعلا إن في ناس كتير ولاد بلد، لا سيما مثلا من أماكن عريقة من القاهرة، فليهم منطقات كده وفيربل معين ساعات تسمعه وتضحك ان انت احيانا مش فاهم الكلمه، وساعات كنت فاهمها. مثلا في ناس احيانا لما كنا مثلا في القوات المسلحه في الفاظ معينه بتتقال في مواقف معينه فانت حفظتها بالشكل ده، ممكن يكون ده مش المعنى الاصح او الادق في استخدام هذه الكلمه، ولكن الكلمه في المجمل يعني بتسمعها في اماكن اخرى يعني. بس يعني انا ليه بسترجع مثلا في القوات المسلحه، لان بيبقى جاي ناس كتير من نجوع ومن ثقافات مختلفه وناكل وبنشرب مع بعض وقاعدين مع بعض طول الوقت، فبنسمع الالفاظ دي يعني بشكل تكراري وفي مواقف ثابته، فساعتها انت خلاص بترتبط الكلمه دي بالموقف ده بفلان، ان فلان هو اللي علمك الكلمه دي. نبدا باول كلمه، هي كلمه يعني لها معنى اخر في الدول العربيه الشقيقه، ولكن عندنا في مصر بتتقال كده، بتتقال خبق. خبق عندنا بتتقال في مواقف ان واحد مثلا يقول لك انا رحت اعمل اقامه مؤقته وطلبوا مني تامين صحي، ورحت اعمل تامين صحي طلبوا مني مترجم فعملت مش عارف ايه، فالمهم دفعت كله على بعضه 250 300 دولار. فواحد يقول له ايه ده، انت اضحك عليك، انت خبق. المفروض ان هي مثلا ب 80 دولار بس، وانت دفعت 250 حاجه كده زياده يعني خيال علمي. فساعتها تبرز كلمه خبوق. زي ما قلت لكم في الدول العربيه في ممكن كلمه سيئه السمعه معناها حاجه تانية خالص، لكن في اللغه العربيه مثلا يقول لك مثلا خبقه العنق، مثلا الزرافه ان هي رقبتها عريضه او واسعه او طويله، حاجه كده، الحاجه الطويله الواسعه. خبقة او ما علينا يعني، مش هقعد نعملها حصة لغة عربية. الفكرة كلها ان انا عايز اوصل لك الكلمة، بس استخدامها ايه في مصر. نشوف مقطع الفيديو ده ونرجع تاني. اما انك صحيح خبق. انا خبق ادهم، انت عارف اسمك ازاي؟ مش عارف، بس عامة انا عملت معاه الصح. لا يعني ايه خبق؟ خبق. ورجعت لكم تاني مع الكلمة التانية. الكلمة التانية هي مشهورة أكتر وبتتقال أكتر، اللي هي كورك. كورك يعني للأسف طلعت على أماكن معينة يعني، أو أهل مدينة عريقة محترمة في مصر، من في الدلتا في مصر، مش هقول هي طبعا، ولكن هي غلط إن الاستخدام ده. مش معنى إن في ناس مثلا كرماء او سخيين على الضيوف ده معناها انه هبل او كده، لا، ده كرم، وممكن يكون مثلا ما بينقوش مين يتكرموا عليه او يغدقوا عليه بالكرم وكده، ولكن دي مش عادة انا شفتها نفس يعني. انا اعرف ناس كتيرة من المنطقة دي او من المدينة دي وما هماش او من المحافظة دي، بس ما خشوفش منهم العادة دي او ما لمستش انهم ناس هبل مثلا ولا حاجة. فالمهم كلمة كورك زي ما قلت قبل كده في حلقة سابقة هي شبه كلمة كفرجيك أو كفرك، يعني حاجة اللي هي كلمة معناها مجعد الشعر أو ملولو أو حاجة كده، دي كلمة تركية يعني، ممكن تكون ده أصل الكلمة وممكن تكون حاجة تانية. وفي كلمتين كمان، كلمة عثمانية برضو قديمة كانت بيستخدمها المماليك، اللي هي كفرك أو زي ما تقول ايه الورقه، برضو ورقه اللي كان بيتكتب عليها يعني، او الجلد او كده، اللي هو اللي قدم واهترق. وفي كلمه كمان برضو كلمه اعتقد عثمانيه قديمه او فارسيه على ما اظن، كانت ليها نفس المعنى تقريبا، اللي هو برضو حاجه مهترئه او مش سليمه. فالشخص احنا عندنا بقى استخدامها، خلينا في الاستخدام بتاع الكلمه، ان هو شخص مغفل او بيضحك عليه برضه زي الكلمه اللي فاتت. فكلمه كورك كان يتقال على واحد عبيط مغفل مش فاهم كده يعني، على نياته احيانا يعني، ده برضه كان مرتبطه بظروف معينه. نقلب على الكلمه الثالثه. الكلمه الثالثه برضه اللي سمعتها كتير في روسيا
هي هقولها وخلاص يعني. هي كلمة إحف، إن القحف. طبعا أنا بحثت عنها في اللغة العربية وحاجات كده، ولقيت معنيين مختلفين يعني، مش زي بعض، ولكن برضو معناها مش أهبل ولا عبيط، مش زي اللي فاتوا، ولكن ليها معنى إن هو شخص أرعن، متسرع. برضو كلمة تانية يمكن تبقى صعبة شوية، اللي هي جلنف، يعني برضو إيه، مرادفة لنفس الكلمة، إن شخص مثلا إيه ما عندوش ذوق أو كده، يقول لك ده إحف أو كده أو يعني. فدي كانت الكلمة التالتة. الكلمة الرابعة بقى يمكن ناس كتيرة ما تستخدمهاش أو ما تسمعش عنها إلا بعض المناطق في دلتا مصر، اللي هي كلمة كثيف. الراجل الكثيف، الراجل الكثيف ده اللي هو يعني لازقة، برضو ما بيفهمش في الاتيكيت او في الذوق او في الاصول، ما عندوش الاصول تمام قوي يعني. فاللي هو ايه، الراجل الكثيف اللي هو جلنف برضو او ارعن او هكذا. فسمعت الالفاظ دي من اكتر من حد من منطقه دلتا مصر في روسيا، الناس اللي عايشه في روسيا. في اوكرانيا سمعت برضه لوكو لفظين بس، اللي هو الاشهر يعني، اللي هو كورك وخبوق. ففي كلمات يعني، مثلا في اكتر من كده بكتير، مثلا من الالفاظ اللي هي يمكن احنا بالنسبه لنا هي تسمعها على مسامعك كده وعلى ودنك يكون مضحكه وانت تعرفش معناها، بس ممكن معناها يكون حاجه وحشه جدا، وممكن تكون حاجه مش وحشه بس استخدمت في استخدام وحش او قبيح او كده او سيء السمعه. فبس انا كنت عايز اتناول بس الاربع كلمات دول اللي سمعتهم بكثره ومعرفش مصدرهم الصراحه، الا الكلمات اللي انا اعرف خلفيه عنها، قلت لك الخلفيه بتاعتها، ولكن استخدامها ليه كده في مصر او ليه في العموم الناس بتستخدم الكلمات دي بسرعه جدا، الله اعلم. قلت لكم قبل كده على برضو كلمات تركيه بتتقال كتير وكررها، زي جيريزيكالي، اي حاجه تحصل حتى لو الراجل وهو ماشي اتكعبل في الكرسي يقوم شاتم الكرسي، جيريزيكالي، الكرسي متخلف او غبي. بس فكانت هي دي حلقه النهارده، معلش بقى ما فيش توعيه بقى وحاجات من دي النهارده يعني، الجرعه الايمانيه يمكن اقل شويه واضعف، ولكن برضو المعلومات العامه مهمه ان احنا نعرفها علشان ما تسمع الكلمه دي تبقى عارف معناها. والحمد لله انها معنيها مش قليله الادب قوي يعني، يعني في كلمات قبيحه مثلا في اللغه الروسيه رفضت ان انا اجيبها في القناه او ان انا اتكلم عنها في القناه. في احد الناس المحترمه الراقيه اصحاب القنوات الكبيره دعاني لما شاف احد الحلقات اللي كنت بتكلم فيها عن اللغه الروسيه، دعاني ان احنا نعمل حلقه مشتركه لما اجي عنده في البلد اللي هو فيها، وقال لي خليها مفاجاه للجمهور فما تقولش يعني اسم القناه او كده. فمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها ان قال لي ده في كلمات عندنا هنا كذا وبتاع، قلت له ايوه عارف، قال لي ما نعمل حلقه عن كده، فقلت له لا كده هغير نظرتي عنك يعني، ان هو شخص راقي ومحترم. قال لي لا، هي من باب الكوميديا يعني مش اكتر، ان في كلمات مضحكه شبه كلمات عندنا في اللغه العربيه ولكنها كلمه بذيئه يعني. والشيء بالشيء يذكر، سيبنا من الجزئيه دي، ان في كلمه مثلا دوراك، دوراك معناها غبي في روسيا، ولكنها في تركيا معناها محطه حافلات او محطه. دوراك موقف، معناها موقف، موقف اتوبيسات او موقف سيارات او موقف الحافلات يعني. فدوراك هنا غير دوراك هنا. بردك مثلا في روسيا معناها حاجه، وفي تركيا بردك معناها حاجه تانية، معناها استكانة، معناها مج او كوب. كلمات كتيره هي نفس الكلمه بالظبط موجوده في الروسي زيها في التركي بنفس النطق، ولكن الاستخدام مختلف او المعنى مختلف تماما. دي كانت امثله سريعه كده بس ايه للغات والثقافه والحاجات دي. وننهي الحلقة عند هذا الحد. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.